حصاد مثمر لمهرجان العالمين الدولي في دورته الأولى. في الحقيقة على مدار أيام وأسابيع طويلة شفنا المعنى الحقيقي للتنوع الفني والتنوع الرياضي والترفيهي في هذا المهرجان. شفنا حالة كبيرة جدا من الزخم الفني، شفنا حفلات غنائية لمجموعة كبيرة من المطربين والمطربات، مش بس المصريين، ده كمان من أرجاء العالم العربي. شفنا الإبداع مع المطربة العظيمة أنغام، شفنا حالة التفاعل والبهجة اللي عملها المطرب الشعبي العظيم المطرب حكيم على مسرح العالمين، وشفنا برضو إقبال الشباب وشفنا حرصهم على حضور حفلة مطرب الراب ويجز اللي قلبت الدنيا امبارح في أرينا العالمين وحضرها الآلاف من متابعي هذا المطرب واللي مالوا الدنيا بهجة، وشفنا تفاعلهم اللي استمر على مدار ساعات طويلة جدا. صحيح، مش بس كمان باقة النجوم المصطفى ذكرها لحضراتكم، لكن كمان شفنا مطربي الوطن العربي اللي تألقوا على مسرح المهرجان، إليسا، راغب علامة، نانسي عجرم، رامي عياش وغيرهم كتير. شفنا مطربينا كمان المصريين العظماء أبناء الجيل الذهبي، مدحت صالح وتألقوا، محمد منير، حميد الشاعري، وتامر حسني. شفنا الحقيقة حالة كبيرة كمان من التفاعل اللي خلقها مطربين اللون الشعبي زي عمر كمال، محمود الليثي، ومسلم. يعني زي ما قلت كده يا جمانة، الموضوع ما كانش بس يعني ايه مجرد تنوع في المطربين، لا كمان في الأجيال. يعني كان معانا الجيل والنجوم الذهبيين في حقبة الثمانينات والتسعينات، ومعانا أيضا الشباب الجديد اللي طالع دلوقتي وبيعتبر عامل حالة جديدة، ومعانا أيضا عدد كبير من نجومنا اللي أثروا الحياة الفنية زي مدحت صالح وزي أنغام. الحقيقة مهرجان العالمين نجح في إبهار المتابعين مش بس في مصر، لا ده في الوطن العربي كله. يعني الحالة الفنية اللي عملها ما اختلفتش برضو عن الحالة الرياضية. طبيعي أن يبقى في حالة فنية في أي مهرجان، ولكن الغير طبيعي أن هذا المهرجان يبقى مصاحب لأحداث رياضية كبيرة جدا. شفنا كرة قدم شاطئية، شفنا كرة طائرة، شفنا التيك بول، شفنا أيضا مباراة تحدي الجيل الذهبي اللي لعب فيها أهم لاعبينا في فترة تألقنا في يعني شفنا اللي قدهم كابتن حسن شحاته، شفنا احمد حسن، شفنا عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا منورين احد ملاعب اللي يعني تم لعب هذه المباراه على من جانبهم. شفنا ايضا حال تفاعل الجمهور معاهم، لان هم طبعا مثلوا احلام وطموحات المصريين، وخصوصا ان هم فازوا ببطوله كاس الامم الافريقيه ولعبوا اوقات كتيره جدا، ويعني عدد كبير جدا من المتابعين ربما تابعوا بالذات هذه الفعالية الرياضية. صحيح، الجيل ده تحديدا يا مصطفى ليه معزة كده خاصة عند المصريين، وكان فيه الحقيقة تفاعل كبير جدا، وكان فيه كمان جمهور حابب ان هو يشوفهم بعد فترة طويلة، زي ما مصطفى قال لحضراتكم احمد حسن، حسام غالي، شفنا كمان وائل رياض، شفنا محمد فضل، كان فيه نجوم كتير جدا موجودين وكانوا سعداء جدا ان هم هيقابلوا جمهورهم مرة تانية من خلال الملعب، وهم كبار الجمهور كان سعيد جدا ان هو هيقابلهم. لو مش بس الحياه كانت الكره الشاطئيه ولا التاك بول اللي كمان استضفنا فيها ناتالي جيتلر، دي من اكتر اللاعبات المشهورات في هذه اللعبه. كان كمان في بطوله للجودو، عروض طائرات الار سي، تحدي الجاتسكي، وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهيه اللي شارك فيها فرق واتحادات دوليه لرياضات مختلفه من كل دول العالم. هي انه مهرجان العالمين الجديده قدر ان هو ينجح في توصيل الرساله بان مصر قادره على صناعه الترفيه بجداره. هي يعني الحقيقه مش بس مصر قادره على صناعه الترفيه بجداره، مصر طول عمرها قادره على صناعه الترفيه بجداره، مصر طول عمرها قادره انها تصدر الفن لكل الدول العربيه ومش بس الدول العربيه. لما بنيجي نبص على اي فعاليه بتحصل في اي دوله عربيه، هم بالمناسبه بيستعينوا بالفنانين المصريين اللي بيكونوا هم بمثابه يعني نجوم هذه الفعاليه وهذا الحفل. فبالطبيعي جدا انه نشوف ولادة مهرجان العالمين الجديدة بهذا الحجم وبهذا الزخم، وانه يعني احنا مش فكرة انه احنا بنثبت ان مصر قادرة على انها يكون عندها مهرجان زي ده، لا، احنا بنؤكد ان مصر هي نبراس الفن، هي اصل الفن، هي اللي طول عمرنا بنقولها ببساطة وبنسمعها، اللي عايز ينجح في الوطن العربي كله لازم ينجح في مصر،
واللي ينجح في مصر ده مش نجاح سهل ابدا يا مصطفى. صحيح، وانا عايز اقول لك ان كمان ردود الافعال كانت واضحه جدا على وجوه اخواتنا العرب اللي نوروا في مهرجان العالمين. ناس كتير جدا سجلت معهم، شفت فعلا السعاده على وشوفهم، شفت ان هو بيقول لك يعني ايه، احنا شبعنا من شرم الشيخ وشبعنا من الغردقه وشبعنا من كل المصايف، كان نفسنا في شاطئ عالمي يليق بمستوى مصر ويليق بمستوى الحدث ده. يعني هم كانوا مبسوطين بشكل، والحجوزات اكدت ده. يعني خلينا دايما نقول ان لغه الارقام بتؤكد هذا الكلام، الحجوزات اللي اكدت ان كانت جميع الفنادق فول بورد لايام طويله جدا، كل القرى الساحل الشمالي كانت فول بورد. الاقبال كان بيبقى في الويك اند خصوصا مع الحفلات عالمي، الطرق بتبقى يعني مزدحمه جدا في اللي رايح وفي اللي جاي. فكل دي علامات ودلالات بتؤكد ان المهرجان ده في نسخته الاولى ولد عملاقا، واذا استمر بهذه الطريقه وهذه الشكله اعتقد الايام والسنوات يعني الجايه هيخرج من طور الاقليم وهيبقى مهرجان عالمي بامتياز ويجذب كل المتابعين من كل صحيح يا مصطفى. بس خليني اقول لك على حاجه برضو من وجهه نظري، اعتقد انه الغردقه او شرم الشيخ او اي عامه يعني خلينا نقول مكان في مصر هي بتبقى زي مواسم، يعني كل مكان صحيح ليه الموسم بتاعه. ده موسم خلينا نقول اسكندريه ومطروح، أيوه ده الموسم، فلا نحب يبقى فيه مهرجان في العالمين ومهرجان في شرم الشيخ ومهرجان في الغردقه، وكل مهرجان هيبقى انجح من اللي قبله. صحيح، لان احنا الكفاءات عندنا، الفن عندنا، المواهب عندنا، وطبعا بالاستعانه كمان بالفنانين العرب اللي اكيد بينورونا واكيد كمان بيشرفونا. في كمان فعاليه احنا نسيناها وهي فعاليه مهمه جدا، وهي فعاليه الفاشن شو بتاع مايكل سينكو. صحيح، كان من احلى العروض اللي ممكن اللي حد يحضرها. حقيقي العرض نفسه كان مبهر، شفنا ازياء فعلا حلوه جدا. مايكل سينكو نفسه كان موجود وكان مبهور، وكانوا الضيوف كمان على اعلى مستوى وعلى قدر الحدث يا مصطفى. والضيوف بشكل عام ان كان في كل الفعاليات لو فنطناها كده مع حضراتكم، كلهم كانوا على مستوى الحدث، كلهم كانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين، كلهم كانوا حريصين ان هم يشاركوا في ولاده هذا المهرجان. وده لو بيؤكد على شيء، بيؤكد على انهم شافوا ان فعلا مصر خلينا نقول بتصنع تاريخ جديد، صفحه جديده. على اي حال بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.